انت كمان ها دي مواقف التاريخ بيحسبها لك. لابد ان ننتظر منك بعد الاعتذار الراقي ده. وانا مبسوط قوي انه لمسه في حته انها لا تعكس اخلاق الشعب الاردني. طبعا طبعا, طبعاً. لا قيمته ولا حضارته ولا مكانته ولا طبيعه العلاقه التاريخيه حتى بين مصر والاردن فيها الكلام الفارغ من شويه البلطجيه دول. ايه ده باي حال من الاحوال؟ روسيات وتكسير وضرب وفي ايه ليه؟ يعني بس بعد كده شوف غيروا رئيس البعثه. يعني كان في حد الاول قال كلام منفلت يعني جدا ليه نازلين كده بالنسبه للنادي الاهلي تم تغييره, جابوا واحد تاني يا ريت قال كلام عدل, قال كلام كمان نسمعه. معانا على الهاتف الاستاذ عصام ابو طويله, طبعا عضو مجلس اداره نادي الفيصلي. مساء الخير استاذ عصام, واهلا بيك معانا على ميديا اون. الله يسلمك, الله يمشيك في الخير ويحيي حبي لاون سبورت. استاذ عصام طبعا مبروك على اداء المشارف الفيصلي في البطوله والمركز الثاني, والحقيقه ده اكثر من مشرف بالنسبه للفريق, ولكن بالتاكيد هيكون لك تعقيب على اللي حصل امبارح, خاصه ان انا اول خبر معايا النهارده ان هناك دراسه قويه لابعاد الفيصلي عن النسخه القادمه من البطولات العربيه بعد احداث الامس. بالواقع الفيصلي انا كنائب رئيس ثاني لرئيس النادي معالي الشيخ سلطان العدوان, الفيصلي ما خسر ولا اخذ المركز الثاني, الفيصلي اخذ المركز الاول, ولكن بسبب اللي شفته سوء التحكيم ووضع ابراهيم نور الدين حكم لمباراه مثل هذه الاهميه وهو اهلاوي قح زي ما بيقولوا المثل الاردني, هذا كان خطا كبير من اللجنه المنظمه التي لازم ان تبعد نفسها عن البطوله وليس تبعد الفيصلي, لانه الفيصلي تعرض لظلم جائر. انت 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 متخيل يا استاذ عصام انت لماذا ابراهيم ولماذا انت انت متخيل انه تم يعني انت متخيل ان هو تم تعيينه عن عمد علشان يخطئ أكيد. عن عمد لانه اللي عمله علشان الفيصلي يخسر عن عمد. أخي محمد اللي عمله شيء واضح جدا, اللي عمله بانه يكون خمسه بالتسلل وانت عندك احسن حكم مساعد بافريقيا معاه, وانهم يغضوا النظر بوجود اكثر من متر بالتسلل, هل هذا كان بده تحكيم عظيم جدا ولا ممكن يكون فيه غلط؟ طب انا لو اعتبرت ان ده خطا, هل يستحق ابراهيم نور الدين اللي حصل من جمهور الفيصلي بعد المباراه؟ انا لا اتكلم عن ماذا حدث لابراهيم نور الدين, انا اتكلم ماذا فعل ابراهيم نور الدين. ماشي يا فندم, ماشي يا فندم, ده جمهور الفريق يعني ده جمهور الفريق, ده جمهور الفريق اللي حضرتك ممثل عنه. لا لاعب الفريق كمان, لاعب الفريق محمد والموجود معك في الاستوديو يقبل انه ابراهيم نور الدين بيقول له الشبناوي لما قال كان لازم انه يروح يشوف اللاعب وكذا, بيقول انا رحت شفته بساله مالك, بيقول لي انا عايز اريح عايز اخذ نفس. طب ما هو كان ساندويتش بين لاعبين تونسيين واحد ضرب عوجه, كيف كان عايز يريح يعني؟ لا لا يعني فهمني ثاني, ما فهمتش دي, استنى فهمني دي ثاني معلش. استاذ عصام هل اي حكم يخطئ في الملعب المفروض ان لعيبه الفريق الثاني يضربوه؟ هل ده طبيعي؟ ابدا ابدا, لا هذا بيحدث عندك انت على اي مباراه بتصير في العالم بموت فيها 74 قتيل كما حدث بين الاهلي. لا 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 لا, لا لا انت كده بتربط احداث, انت كده مش بتتكلم رياضه يا استاذ عصام. في فرق ما بين حادثه في فرق ما بين حادثة الكل بيدين اللي حصل فيها من اصغر واحد في مصر نعم لاصغر نعم واحد في البرازيل. انت ما رايك في اللي صار من ابراهيم نور الدين كحكم؟ ابراهيم نور الدين اخطا, ده ما فيش مشكله, ما احنا لكن جمهور الفيصلي اخطا, لاعب الفيصلي اخطاوا, ده ما فيش نقاش في ده, ولا يجوز المقارنه من قريب من لعيب حادثه بورسعيد ابدا. انا بصراحه بعد اخي محمد بعد المباراه لم اشاهد ماذا حدث لاني كنت في حاله زعل شديد وكانت صحتي تعبانه شوي لانه الوضع كان في حاله هيجان, والله ما شفت. ادخل على اليوتيوب يا استاذ عصام تشوف كل الاحداث اللي بعد المباراه. اكيد بتشرف, انا بحب مصر وبعشق مصر, وانا لعلمك انا اهلاوي جدا. انا مندهش جدا من الزج بالنادي الاهلي, هو انساق ورا شويه كلام على الفيسبوك وجماهير بتغيظ بعضها. ابراهيم النور الدين ده مكرم من الزمالك في 2014 ايوه, والصفحات بتاعت الفيسبوك متصوره وهو بيحضنهم وبيبوسهم ومطلعينه احسن حكم في استفتاء عندهم في 2014 الزمالك أيوه. وحسب على النادي الاهلي ثلاث ضربات جزاء في دوره المجموعتين, ومع هذا الاهلي ولا الزمالك طرف في السياق. وبعدين انت خلاص كسبت, هو انت ما شفتش انت طلعت ازاي وكسبت الاهلي مرتين ازاي يا راجل؟ يا راجل ايه اللي بتتكلم على التحكيم؟
ما شفتش انت كسبت الاهلي مرتين ازاي؟ ورغم كده الاهلي سكت، ما هو ده شغل الناس الكبيره. الناس الكبيره اللي مش عايزه تتلكك. دورت على النواقص اللي عندك، لكن انت لما تكون عارف ان انت مره ومش هتتكرر يجي لك هذا النوع من الهوس الهوس انك انت تقعد الناس بتقول لك كويس اللي عملوه بدل ما تعتذر، غير مقبول طبعا. بس ابراهيم نور الدين خطا يا سيدي، وانت بتقول معاه احسن لاين زمان في افريقيا يعمل ايه؟ ما رفعلوش ليه؟ ما رفعلوش معاه احسن لاين زمان في افريقيا، هو ذنبه ايه ابراهيم نور الدين مثلا؟ لو كان رفع له وقال له نزلها يبقى غلطان، لكن ما رفعلوش وبعدين برضه ومش بيقول له اوفسايد. اوفسايد ومش لاقيين له. الفيصلي اتظلم في الكوره دي، اتظلم. مش لاقيين له غلطه غير دي يعني طول الماتش بالظبط ملوش غلطه بالظبط. لكن كمان هو الفيصلي مش هو اللي استفاد من التحكيم، هو الاهلي كان عمل كده في علي المغفري الحكم الموريتاني. احنا لو وريناكوا دلوقتي اللي بقى يزعق للعيبه ويزقها، الحقوق اللي اهدرت للاهلي في المباراتين بتوع الفيصلي، الناس دي المفروض لو عندها تتكسف من نفسها شويه في المباراتين ككوره وكقانون. لا انت اتجاملت بشكل او باخر. علي المغفر الموريتاني اللي عمل مباراه الاهلي هو نفسه اللي خرج النفط العراقي في مباراه الترجي. محدش قال للراجل الموريتاني حد اعتدى عليه، ولا حد طبعا ينفع ده هو اللي اعتدى على لعيبه الاهلي، ده هو اللي زق صحيح اسلام محارب في صدره الحكم، وبقى يزعق للعيبه طول الوقت وساب اللعيبه تفرفر في الارض ربع ساعه. يعني انت ليه ما بتشوفش؟ ليه الشغل انك تضل نفسك؟ وبعدين قياده ايه دي اللي بتتكلم قدام لعيبتها بالطريقه دي؟ طبعا يضربوا كويس ان يعني ما الاداري يخبط واحد بروسيه ونائب رئيس البعثه. لو ايه القفزه على الاحداث؟ ايه اللي وداها لحادثه بورسعيد؟ يقول لك الكره بيلعب فيها بيحصل فيها كل حاجه، ما انتوا عندكم مباراه الاهلي وبورسعيد مات فيها 74 واحد. يا سلام، دي ايه؟ لا 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 مش متشرع، استنى بس. واتحكم على 11 واحد بالاعدام مثلا. ماشي. خلاص. بالمسطره دي بقى تعالى شوف انت تتسجن كام سنه. يعني هو ايه؟ هو ايه يعني؟ ما دي دليل يا سيدي، والله دي ناس لا هي مسؤولين ولا اداريين، واللي البيان ده بيقول كده. دول مالهمش دعوه بالشعب الاردني. على الاتحاد الاردني لكره القدم وعلى المسؤولين عن الرياضه في الاردن، بل على المسؤولين عامه في الاردن وعلى المسؤولين في مصر طبعا. الوزير لازم يبعت التصريح ده لوزير الشباب الاردني، يقول لي واحنا بنلملم الامور وبنقول للناس ضبط النفس والامن بتاعنا ضبط النفس، بيطلع نائب رئيس البعثه يقول الكلام ده ويعاير الناس بان حصل قتل وحصل جرح. يعني هو اتقال كلام كتير على انه توصيه لجنه الانضباط التي لم يعلن عنها حتى الان حجبت جائزه ال 600 الف دولار المستحقه للفيصلي كصاحب المركز الثاني، واوصت بحرمانه من المشاركه العربيه 5 سنين. بس هذه ان صحت ستبقى مجرد توصيه مرفوعه للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي يرى فيها ما يرى رئاسه الامير تركي، علشان ياخدوا فيها قرار مهم بالتغليظ بالتخفيف بالتجديد. وان كان صدقوني الناس دي المفروض ما حدش يشوفها في ملعب عربيه تانية. الناس دي اقل من ان هي تشارك في حدث عربي بجد بالسلوكيات دي. لا 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 خالص.